وهلو، كيف حالكم يا جماعه؟ شو اخباركم؟ رجعت لكم بفيديو جديد. الفيديو هذا اول مره بحياتي بعمله. سالت قبل يومين متابعين على الانستغرام انه شو سمعتوا اشاعات عني، وراح اعمل فيديو يوتيوب ارد على هاي الاشاعات. المهم حصلت اشاعات كثير خرافيه صراحه، عن جد انا نفسي مش مصدقها اصلا. فجمعت لكم يعني تقريبا افضل 15 اشاعه عشان ارد على الاشاعات هاي بالفيديو تاع اليوتيوب. جاهزين؟ أول إشاعة، الرياض بحكي لي أنت عندك فراري. نعم صحيح، طبعا أنا عندي فراري، شوفوا صورة الفراري اللي عندي. كيف الفراري، عجبتك؟ السؤال الإشاعة الثانية، إنك كنت عايش برا الأردن، بس أنا بعرف إنه لا أنا كنت عايش برا الأردن، كنت عايش بتركيا صديقي، وجديد إجيت على الأردن. بتوقع عاهد الرهايفي بحكي لي بتوقع انك بتشتغل شغل بطلع مصاري كثير، بتمنى تطلعني بالفيديو. طلعتك بالفيديو، بشتغل شغل بطلع مصاري كثير، يعني منيح الشغل. انت فاهم كيف؟ انا مدرب تايكوندو للي ما بيعرف، مدرب تايكوندو وبصور فيديوهات لليوتيوب، بس انه دخلي بيجي من تدريبي للتايكوندو. المهم شوفوا لي فيلم الاكشن هذا، انك كنت خاطف بنت ومسكوك الشرطة وانحبست عشان هيك انت اصلع. طلعوا كيف انتم متناقض؟ انك كنت خاطب بنت ومسكوك الشرطة وانحبست، طيب هذول تمام، هذول مترابطات مع بعض. طب ليش انا اصلع؟ شو دخلها؟ يعني السجن بيخلي الناس صلع؟ لا صديقي، انا شو اسمه، انا مش تبع خطف ومش خطف وهيك، وانا اصلع هيك وراثي. بس سمعت انك ما عاد ترجع تزورنا باسطنبول. لا ان شاء الله اسطنبول، اني راجع على اسطنبول احتمال اخر السنة باذن الله. يعني اسطنبول هسه اول اولوياتي اني ارجع لاسطنبول ان شاء الله، وراح اشوفك يا مصطفى. انك متعاطي مخدات، والله معك حق، انا متعاطي مخدات، انا بس هيك شغل، بس امسك مخدة وانا والله. اذا في حدا متعاطاش مخدات، في احلى من النوم يا جماعة؟ مش عارف يعني، عن جد انا بالنسبة لي بنسى كل همومي، بنسى كل اشي في الدنيا، بس احط حالي على تختي وانام، اكون حاضن المخدة عشان متعاطي مخدات. طيب الإشاعة اللي بعدها، انك مرتبط. بدي اسال سؤال هسه، انا لو انا مرتبط انت شو راح تستفيدي؟ يعني اذا انك عرفتي انه انا مرتبط او مش مرتبط بدك تزبطيني يعني. بعدين يا جماعة بدنا نحط بس هيك نقاط على الحروف شوي، انه هاي حياتي، في اشياء خصوصية، اوكي انا عارض محتوى على اليوتيوب وببليك فيجر وبنزل فيديوهات وهيك، بس برضو حياتي الشخصية لازم انا اعيشها لحالي، ما لازم انه الناس تعرف. يعني مش لازم احب واحدة بكرة واحضنها زي هيك واصور ستوري مع حبيبتي. يعني هاي خصوصيات فيي انا، عادي انا بني ادم زي زيكم، كل شخص عنده خصوصياته بالحياة، وانا عندي خصوصياتي، من هاي الخصوصيات انه ما لازم حدا يعرفها غير انا، او غير انا اللي بدي اياهم يعرفوا، اللي هم مثلا يمكن اصدقائي او عيلتي. مش شرط انه كل اشي اعمله اني اصوره على اليوتيوب وانزل فلوج، ولا اصوره على الانستغرام وانزله. المهم السؤال اللي بعده، انك بتعبد البقر. الله يستر، لا انا مسلم رقم واحد، بس انا بحب البقر. يعني انا الحمد لله كل اسبوع بروح نعمل صاجي لحم بقر، اخر شي لين مولعة بتكون، بس هذا لا يعني اني بعبد البقر. انا ما بسمح لك تحكي عني اني براء، ما بعرف اسمك ولد ولا بنت، بس ما بسمح لكم تحكوا عني اني بعبد البقر. ايزو بحكي لي، كنت اتصور مع الوحدات بقناة ثانية غير تبعت الفيصلي. يعني بالله الذكاء الشغل، يعني لو انا صورت للوحدات الفيديو ما راح ينتشر، ما راح يجي واحد وحدات يبعثوا للفيصلي ويحكي لهم طلع اليوتيوبر تاعكم صورنا. لا الاجابة انه قناتك على اليوتيوب اتهكرت من واحد بخصك. بس قناتي ما تهكرت، بس هو قناتي والباسورد مع مستر حمزة بيعمل لي بشغلة قاعد فيها، فانه ما تهكرت، لا انا اعطيته اياها. يعني الاشاعة اللي بعديها، انه انت بالحقيقة كثير هادي وخجول. ما هو يا صديقي العزيز، اشي اكيد اني ما راح اكون في الشارع نطق. تيجي تسلم عليك وقال السلام عليكم، انا مش معقول انا اوكي هسه بضحك وبمزح وهيك وشخصيتي مرحه، بس انه مش 24 ساعه هيك بنامش هيك. لا ما بعملش زي هيك، عادي بني ادم زيكم، يمكن اكون هيك وقت ماشي وسرحان وبفكر او متضايق او واحد يكون باسق بوجهي. فاكيد مش راح اكون بضحك وبنط. نشامه جو بحكي لي،
سمعت إشاعة عنك إنك بتكره السعودية. أنا ما بعرف شو الإشي اللي عملته عشان إنه يعني ما بعرف شو السبب اللي عملت أو شو الإشي اللي سويته أنا عشان يؤدي إنك إنه يطلع لي إشاعة إني بكره السعودية. يعني بحياتي ما حكيت مع عن السعودية إشي، لا بالعكس بحب السعودية أنا، والسعودية جميلة جدا. عبابني بحكي لي سمعت إنك متزوج وعندك 7 أولاد. حط عينك بعيني، متزوج وعندي 7 أولاد، أنا عمري 23 سنة صديقي، متى لحقت أجيبهم؟ متى لحقت أجيبهم؟ والله لو بشتريهم مشترى، والله لو بنزل على الدكان بشتري الأولاد مشترى مستحيل كان عندي 7 أولاد. يعني طلع حط اسمع، لو كل ولد بينه وبينه سنة، بين كل ولد وولد سنة 7 سنين، وأنا عمري هسه 23، 23 ناقص 7 بالتقريبا، يعني أنت قاعد تحكي عن كان عمري، أنا مش شاطر كثير بالرياضة، 16 سنة. يعني أنا تجوزت لما كان عمري 16 سنة وعندي 7. لا معلم كبر عقلك بحياة دينك، كبر عقلك. لا إشاعة غلط إنك بتتعاطى. أنا أخت التعاطي إخوان، لا ما بتعاطى، هذا آخر إشاعة سمعتها عن حالي. لا أنا ما بتعاطى الحمد لله رب العالمين. آه بالمناسبة السعيدة هاي، في ناس كثير بيحكوا لي أنت تحت عيونك في أسود عشان هيك أنت بتتوتو دو دو دو. لا يا صديقي عادي، قلة النوم، أنا بسهر كثير بحبش أنام بدري، فقلة النوم هيك بتعمل هذا والأزود منه. هيك خلصنا الإشاعات، ردينا عليهم كلياتهم. بتمنى تكون هيك، بتمنى يكون الفيديو عجبكم أو فكرة الفيديو عجبتكم. أكيد ما تنسوا تشاركوني برأيكم تحت في التعليقات، وتحكوا لي شو رأيكم بهاي الفقرة، وتحكوا لي برضه شو رأيكم بالإشاعات اللي طلعت عني، وشو رأيكم بالرد تبعي. وإذا بتحبوا تتابعوني على الإنستغرام، هاي أكاونتي، تابعوني على الإنستغرام، وإن شاء الله بنشوفكم بفيديو جديد بالأوقات الجاية، ويلا سلام.